جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: عندما يستمر الإنسان في دعاء الله عز وجل وطلب الرزق والعافية والمغفرة منه سبحانه، فهل يدل ذلك على قبول دعائه، حيث أنه من علامات قبول العمل الدوام عليه؟ لا شك أن المداومة على العمل الصالح أنها علامة خير، وهي مما يحبه الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك المداومة على الدعاء، فإن الله يحب منا أن ندعوه وأن نكثر من دعائه وأن نلح عليه بالدعاء، هذا من علامات الخير وأرجى ما يكون للقبول، فإن من يكثر من الدعاء حري أن يستجاب له، والله تعالى قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فالإكثار من الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، بل الدعاء جاء في الحديث أنه هو العبادة. نعم.